في الجهة اليسرى، انطلاقة هجمة للوحدات، عابر إلى إبراهيم، إبراهيم والهدف السادس. إبراهيم صبرة الشخصي الثاني لإبراهيم صبرة، والسادس للوحدات، يعبق بالجراح سحاب كثيرة، ستة أهداف مقابل هدفين، ستة أهداف مقابل هدفين. شاهد هنا إبراهيم صبرة صاحب تسديدات قوية للأمانة، حتى لو وليد عصام موجود أعتقد صعب أن يتصدي لهذه التسديدة.